لو تبص الغيابات اللي موجودة النهاردة او امبارح في الماتش بتاع المقاولين، هتبص تلاقي ابو جبل والونش وفتوح وزيزو والجزيري اوباما، بتتكلم في 6 لعيبة من الهيكل الاساسي للفريق. ورغم كده الزمالك امبارح كان كويس جدا، والزمالك امبارح كان عامل ماتش ممتاز. وامبارح زي ما قلت لكم يعني حازم امام ده لو فضل بالمستوى ده اعتقد ان حازم امام هيكون ليه دور، لو يعني كرشة يفكر فيه اعتقد ان حازم امام هيكون ليه دور مع المنتخب والكلام ده كله. فده بالنسبة لمباراة امبارح. فيعني اتمنى موضوع الاهلي وكاس العالم للادوية ده والامم الافريقية، خلاص الامم الافريقية خلاص في ميعادها النهاردة، تم الاعلان بشكل رسمي من الكاف ان الامم الافريقية هتكون في ميعادها. فالزمالك امبارح كان غايب منه 6 لعيبة وعمل مباراة كويسة جدا وكسب المقاولين العرب، وامبارح احنا قلنا يمكن افضل مباراة للزمالك في بداية الموسم وبداية السيزون. استأذنكم اللي مش هيعمل لايك انا مش ناقص، يعني كفاية ان الاهلي كسب، كفاية ان الاهلي كسب، فمش هيبقى الاهلي وحضرتك عليا، يا تعمل لايك يا تقوم تعمل لي شاي، اختار لك حاجة من الاتنين، يا تعمل لايك ولا بلاش شاي، اعمل لي كركديه او ليمون عشان دم محروق، يا تعمل لايك يا اما تقوم تعمل لي ليمون، اعزمني على كوبايه ليمون. اتفقنا تمام. خلاص بقى عرفنا ان هو سحر اسود وسحر منيل بستين نيل على دماغهم. فالاهلي عنده لو يعني ساب لعيبه المنتخب هيكون عنده حوالي 8 لعيبه غيابات. الزمالك كسب ب6 غيابات، انت هنلعب ب8 لعيبه غيابات يعني عادي يعني. فامبارح طبعا زي ما قلت لكم عجبني جدا مباراه الزمالك. طبعا اسوأ حاجه امبارح حصلت ان طارق حامد وعمر السعيد هيغيبوا عن المباراه القادمه امام غزل المحله يوم السبت اللي جاي على استاد القاهره، مباراه غزل المحله على استاد القاهره يوم 25 ديسمبر هتكون يوم السبت القادم. طبعا طارق حامد انذار تالت، عمر السعيد انذار تالت. عمر السعيد مش مؤثر قوي لان الجزيري فورمه كويس جدا والجزيري راجع بشكل كويس جدا وهيكون موجود مكان عمر السعيد، ولكن طارق حامد اللي غيابه هيكون مؤثر جدا جدا جدا، واعتقد اللي هيكون مكانه بنسبه كبيره محمود عبد العزيز لان اشرف رؤى جاله تسمم وكان مش موجود في مباراه المقاولين العرب، فاعتقد اللي هيقوم بالدور ده محمود عبد العزيز وجنبه امام عاشور، والبديل هيكون حمدي يعني لو حمدي اسمه حمدي علاء الناشئ، اللعيب الناشئ هيكون حمدي علاء في مباراه السبت القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. فده بالنسبه للزمالك. النهارده كارتيرون النهارده كان في تمرين ما رضيش يدي راحه للعيبه عشان خاطر ما فيش وقت طبعا، والاستعدادات المفروض ان هي كارتيرون شغال بشكل مكثف عليها. طبعا ممكن اسلام جابر يقوم بالحته دي وهيكون موجود طبعا على دكه البدلاء، ولكن انا بتكلم على لعيب رقم 6، اسلام جابر بيلعبها 8 اللي هي بتاعت ساسي وامام عاشور، فاسلام جابر بيلعب في الحته دي، انما انا بتكلم على رقم 6، بتكلم على رقم 6. فده بالنسبه لطارق حامد. طبعا احنا طبعا قلنا ان كاس الامم في موعدها خلاص هتكون يوم 9 يناير لغايه 6 فبراير. عايزين نتكلم في ايه تاني؟ عاوزين نتكلم ان ناس امبارح اتكلمت على ضربه الجزاء اللي جت للزمالك، وناس كتيرة في التلفزيون والكلام ده كله يقول لك لا اصل ايده كانت ثابته مش عارف ايه، مفيش الكلام ده، ما دام الكوره جت في ايده وايده مكبره جسمه داخل منطقه الجزاء تحس ضربه جزاء على طول. لو الكوره دي على الزمالك كانت اتحسبت بدون تفكير، كانت اتحسبت بدون تفكير. فالكوره انا مقتنع ان هي ضربه جزاء ولم يتم احتسابها من الاهلاوي ابن النادي الاهلي محمود عاشور، فالكوره انا شفتها امبارح اكتر من مره، واعتقد يعني ان بنسبه كبيره الكوره ضربه جزاء ولم يتم احتسابها. زي ما قلت لكم ان حازم امام لو فضل على المستوى ده هيكون حل كويس للمنتخب،
هيكون حل كويس للمنتخب، ولكني ما بقفش قوي قدام المنتخب ولا اخبار المنتخب، لاني عاوز المنتخب يتغلب في كأس الأمم الأفريقية ويخرج من تصفيات كأس العالم، عشان انا مش مقتنع بكل الهرتلة اللي بتحصل دي واستبعاد افضل لاعب في مصر على حساب المنتخب. انت مش وطني، انت عاوز طارق حامد على حساب المنتخب. انا عاوز طارق حامد، وهممني طارق حامد عن المنتخب. رأيك خليه ليك، رأيك خليه ليك. كل الزملكاوية اعتقد 90% منهم مش هيكونوا متفقين مع منتخب مصر بسبب طارق حامد، فخلاص احنا كيروش ده عندنا من ناحيته خلاص. يعني كل الزملكاوية عندهم مشاكل من اسمه ايه ده، من كيروش ومعاوني. طيب قلت لكم وبقولها لكم وهفضل اقولها لكم بنسبة كبيرة يا عم، ما تحرقش دم الاهلي قوي عشان الفرق اللي حواليه ضعيفة. يا جدعان الدوري الانجليزي ما بيحصلش فيه كده، ما تنرفزونيش. طيب بنسبة كبيرة جدا 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 المنتخب هيستبعد محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، مش عشان كيروش مش عاوزه، لا، عشان خاطر كيروش هيسيبهم للاهلي عشان كأس العالم للأدوية. فبنسبة تتخطى 90% شريف وقفشة اتفاق ضمني ان كيروش او كرشة مش هياخدهم عشان يسيبهم للأهلي في كأس العالم للأدوية، وهياخد الشناوي واكرم وحمدي فتحي والسولية، مش هياخد حد تاني، هما الرباعي دول من الأهلي، ما اعتقدش في حد تاني ان هو ممكن ياخده، انما قفشة وشريف هيكونوا مع الاهلي في كاس العالم للادويه ومش هيكونوا موجودين مع منتخب مصر. تعالى بقى بص، الاهلي هو ده اللي الاهلي بيعمله اقول لك عليه صح. الاسماعيلي طلب ضم لعيب من الاهلي اسمه محمد حمدي ميسي. الاسماعيلي طلب ضمه اعاره، والاسماعيلي طلب انه يحط نيه البيع في العقد بتاع التعاقد. الاهلي رفض وقال لك مفيش الكلام ده ومش هحط نية بيع، وعجبك عجبك، مش عجبك ما تاخدوش إعارة، مش عجبك ما تاخدوش إعارة. فده كان بالنسبة للأهلي، اللي الزمالك طبعا ادى فاركو محمد صبحي وياسين مرعي ولعيب اسمه محمد محمود او احمد محمود، التلاتة دول راحوا إعارات بنية البيع، انما الأهلي عشان مجلس ادارته مصحصح ومفتح ومش بيتحللوا مجالس ادارته ومحدش بيحللوا مجالس اداراته ومحدش بيحللوا مجالس اداراته، فالاهلي مرضيش ان هو يسيب ميسي بشكل كبير جدا. ده بالنسبة للاهلي والاسماعيلي ومحمد حمدي ميسي. النهاردة تقدم باوراق الترشح عمر هريدي على منصب الرئيس، وماجد فاروق على منصب النائب، واحمد عفيفي، طبعا مش احمد عفيفي بتاعنا يعني، تشابه اسماء، احمد عفيفي عضو، واحمد عبد الحق السباعي عضو، ورجب رواش عضو، وسيف الاسلام محمد عضو تحت السن. بيعجبني اول استاذ عمر هريدي، يعني استاذ عمر هريدي مش عارف مين منكم اللي فاكر الكلام ده، اول ما الانتخابات اتفتحت وبعد كده اتقفلت تاني المرة اللي فاتت في نادي الزمالك، اول واحد كان واقف على الباب وماسك كده الورق لغاية ما يفتحوا الباب الصبح الساعة 8، استاذ عمر هريدي الراجل المحترم واقف كده مستني الباب لما يفتح، فاول ما الباب فتح راح بقدم ورقه، فبعد كده الانتخابات مش عارف حصل ايه، فرفع قضية تاني على نادي الزمالك عشان الانتخابات اتقفلت تاني. فالاستاذ عمر هريدي يعني هو راجل ملتزم، دايما يروح اول يوم الصبح الساعة 9 الصبح اول ما بيفتحوا، بيبقوا حتى الموظفين عاوزين يشربوا شاي، الاستاذ عمر هريدي كان واقف لهم على الباب، اول ما فتحوا راح مقدم الورق بتاعه، اتفضلوا الورق بتاعي، ومصور من كل حاجة نسختين ثلاثة، وعامل دوسيه كويس جدا 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 والكلام ده كله. فالاستاذ عمر هريدي النهاردة كان من اوائل الناس اللي هم كانوا قاعدين قدام اللجنة كده عشان اول ما تفتح اتفضلوا،
فده كان بالنسبه للاستاذ عمر هريدي، اللي بصراحه انا مستعجب جدا لموضوع الاشتياق اللي عنده ده على الانتخابات، يعني رغم ان هو اسهمه ضعيفه جدا، ويعني مش عارف واقف من ساعتها، فهو الراجل اسهمه ضعيفه جدا ومش هينجح ومش هياخد 10 اصوات على بعض، ولكن هو الراجل عنده حماس وعنده عزيمه، و على طول بيبقى واقف على الباب اللجنة كده اول ما الباب يفتح، راجل منتظم بيروح اول يوم مصور من كل حاجة 10 نسخ، عشان خاطر لو قالوا له النسخة دي بس مش واضحة فضلوا النسخة التانية ايه. فالاستاذ عمر هريدي دايما جاهز، يعني بيعجبني فيه ان هو راجل جاهز وعلى الموعد، يعني ده الاستاذ عمر هريدي. الله يخرب بيت الاهل، انا مش قادر اتكلم، الله يخرب بيت الاهلي واليوم اللي شفت فيه الاهلي، الله يخرب بيتكم على بيت السحر الاسود اللي انتوا بتعملوه. قالوا قولوا لي بارك لهم، قال بارك لهم على الحظ السحر القرف ده. طيب عاوز اتكلم على حاجه تاني، عاوز اتكلم على ان النهارده او مش النهارده من يومين كابتن رضا عبد العال جه قال لك وهو في التلفزيون، مش ملاحظين ان الدنيا كانت هايجه الفتره اللي فاتت وهديت لما مرتضى رجع الزمالك تاني؟ سيبوا العيش لخبازه ومرتضى هو خبازه. فطبعا الكابتن رضا عبد العال قال الكلمتين دول في حق المستشار مرتضى منصور، واتكلم اكتر من مره الكابتن رضا عبد العال ان المستشار مرتضى منصور هو الاصلح لقياده الزمالك وهو الافضل لقياده الزمالك وهو اللي المفروض يكون يعني ياخد حقه في نادي الزمالك. فبعد ما الكابتن رضا عبد العال اتكلم الكلام ده كله، مستشار مرتضى منصور طبعا في لفته كويسه جدا عمل حديقه باسم الكابتن رضا عبد العال داخل نادي الزمالك. يمكن في جمهور من جماهير نادي الزمالك اللي هم الشباب الاطفال الصغير الطايش، يعني اللي هو كلمه توديه وكلمه تجيبه او جنيه يوديه وجنيه يجيبه. شويه الاطفال الصغيرين دول طلعوا على الفيسبوك وقعدوا يتكلموا ويسخروا من الكابتن رضا عبد العال، انت رحت الاهلي وانت يتعمل لك حديقه ليه، وهجوم على المستشار مرتضى منصور. عاوز بس اقول لك ان رضا عبد العال راح الاهلي لما الزمالك ما ادالوش الرقم اللي هو يستاهله، وكابتن رضا عبد العال لما الزمالك ما قدروش الراجل راح للي قدره، وكابتن رضا زملكاوي، يمكن انا النهارده لا اخفي عليكم سر، انا النهارده تواصلت مع الكابتن رضا وباركت له وهنأته، راجل زملكاوي محترم. راح الاهلي، طب ما جمال حمزه راح الاهلي، وبيطلع على قناه الزمالك، هي حلال على جمال حمزه وحرام على رضا عبد العال؟ طب ما حمزه المسلوسي ادانا على قفانا ومشي ورجع تاني عادي، باتشيكو هرب ورجع تاني عادي، كارتيرون هرب ورجع تاني عادي، ساسي هرب واحتمال يرجع تاني عادي، اسلام الشاطر راح اتمرن في الزمالك يوم وبعد كده مش راح الاهلي عادي. اشمعنى يعني نيجي على الراجل المحترم اللي بيقول كلمه حق؟ فتلاقي جماهير الزمالك دايما بتطعم في نفسها، تلاقي جماهير نادي الزمالك بتيجي على الرموز بتاعتها وبتقعد تكسر فيهم ما انت جايب لك بطولات قد كده حسام ابراهيم حسن الاهلاويه، ما جايب لك بطولات قد كده، ما انت مديك السوبر الافريقي اول قضيه في التاريخ كابتن محمود الجوهري، مديك اول قضيه في التاريخ والسوبر واعتقد دوري ابطال ودوري الكابتن الجوهري وراجل اهلاوي. طب ما انت ايمن شوقي جه لعب في الزمالك وبقى محلل دلوقتي على قناه النادي الاهلي، ايمن شوقي بالظبط، ايمن شوقي، زكريا ناصف ما لعب في الزمالك وعمال دلوقتي يجامل في الاهلي ويعمل للاهلي عادي. يعني الموضوع يعني ايه، انتوا واخدينه على اعصابكم قوي. لا يا جمال حمزه بس لبس التيشيرت الاحمر واتمرن وراح فترة اعداد، هو لازم يعني يلعب ماتش رسمي عشان يبقى لاعب في الاهلي؟ لبس التيشيرت الاحمر
عادي جدا عادي جدا. شيكابالا احمد زايد اهو، ما هو مضى للاهلي وبعد كده يفسخ العقد معاه. وائل الاباني ما هو كان مضى للاهلي وبعد كده راح لحسن حمدي قال له مش عارف ايه. طارق السعيد، فالوضع طبيعي جدا. كابتن رضا عبد العالي يستاهل، الراجل وقف جنب مرتضى منصور وهو مش موجود وما كانش بيطبل له وهو موجود، لا الراجل كان بيتكلم في حقه محمد صديق وبشير التبعي ومحمد عبد الجليل وكهربا. هنيجي على رضا عبد العالي يعني وخلاص يعني وخلاص؟ فالكابتن رضا عبد العالي كان بيقول حق ربنا، كابتن رضا عبد العال بيقول حق ربنا لما كان المستشار بعيد عن نادي الزمالك والراجل بياخد وضعه وحقه وبيتكرم لانه رمز من رموز نادي الزمالك. كابتن رضا لعيب كبير ونجم كبير، واي حد يغلط في كابتن رضا عبد العال اعتقد هو حد يعني مش يا راجل، ده الوحيد اللي بيقول لهم في التلفزيون يا زملكاوي يا انا مش عايز اغلط فيك، الوحيد اللي بيطلع في التلفزيون لهم اقعدوا طبلوا طبلوا للاهلي، الوحيد اللي بيطلع في التلفزيون مرتضى منصور اقوى رئيس جه في تاريخ نادي الزمالك. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ هنيجي على رضا عبد العال ونخبط فيه؟ الوحيد اللي بيقول كلمه حق في التلفزيون الوحيد؟ عيب عيب بجد عيب. فده بالنسبه للحديقه بتاعه الكابتن رضا عبد العال. طيب نتكلم في ايه تاني؟ يعني موضوع عامر حسين، موضوع عامر حسين بقى بصراحة موضوع مبالغ فيه قوي، وموضوع مجاملة الأهلي بقى مبالغ يعني مبالغ فيه قوي. ليه أنا بقول كده؟ لأن الأهلي مش محتاج لجنة مسابقات، الأهلي مش محتاج لجنة حكام، الأهلي مش محتاج أي حاجة، فهو نادي يعني ماشي بالسحر الأسود، ماشي بالعمل السفلي، ماشي ان في حاجة في ثقب الاوزون غير طبيعة الجاذبية الارضية اللي موجودة داخل النادي الاهلي. انا مش عارف اقول لك ايه يعني مش عارف اقول لك ايه. فالاهلي مش محتاج عامر حسين ولا لجنة مسابقات، كفاية اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، كفاية ان احنا لسه شايفينه دلوقتي. فهو النبي محدش يقول لي اصلي واصل عامر حسين واصل مش عامر حسين والكلام ده كله. المهم الاهلي كان عنده في الجولة السابعة يوم 21 الاهلي كان عنده فيوتشر، وبعد كده في الجوله الثامنه الاهلي كان عنده بيراميدز، الاهلي كان عنده بيراميدز. ايه بقى اللي حصل؟ اه والله ده المغرب اللي هم سحر اسود ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني ما قدرش عليهم، ده عندهم سحر من موزمبيق. المهم الاهلي كان عنده فيوتشر في الجوله السابعه وبيراميدز في الجوله الثامنه، فالمفروض عامر حسين اجل لهم ماتش فيوتشر عشان هما النهارده طفحوا بالسم الهاري السوبر الافريقي. الطبيعي والمنطقي اني خلاص هو شال فيوتشر تكمل بقيه الجدول، يعني تلعب بيراميدز الجوله الثامنه، مش عارف مين الجوله التاسعه، مين الجوله العاشره، وتبقى تشوف يوم لماتش فيوتشر. لا عامر حسين راح عامل ايه؟ مأجل فيوتشر وراح مش عارف مأجل بيراميدز ومرحل مش عارف فيوتشر، ده كله عشان ومباراة بيراميدز اترحلت، ده كله عشان الاهلي ما لعبش بيراميدز. نفسي اعرف الاهلي بالحظ اللي معاه ده والاهلي بالسحر اللي معاه ده ازاي الاهلي يخاف يلعب باي نادي. بالمناسبة الناس اللي بتقول لي السحر ومش السحر، الاهلي كسب الزمالك ازاي؟ ماتش 5-3 الجون الاولاني بتاع ديان، ما انت بتقول لي مفيش سحر. الاهلي كسب الزمالك ازاي؟ ما انا مش قادر اخرج من الموضوع. الاهلي كسب الزمالك ازاي؟ الشوطه بتاع ديانج دي تخش لو شاطها 100 مره تخش بالشكل ده؟ طب بلاش كده، انا راضي ذمتك، ديانج من امتى بيجيب جوان؟ اليو ديانج من امتى بيجيب جوان؟ طب اليو ديانج من امتى بيشوط وتيجي جون في ابو جبل من المكان ده؟ لسه مش مصدق ان هو سحر؟ لسه مش عاوز تقتنع؟ والسوليه اللي قلب على رونالدو ويعمل لك الكوره مش عارف بكعب رجله كده؟ انا اسف يا سياده المستشار لو انت سامعني دلوقتي،
انا بتاسف لك والله العظيم انت صح، ورحمه ابويا انت صح، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه معموله، ورحمه ابويا انت صح، وفي نهائي افريقيا لعيبه كورونا بتاعتنا. لا ما انت هتقعد تفكرني هتحرق دمي، فمحدش يفكرني بعد اذنكم، محدش يفكرني. المهم، فمباراه بيراميدز اتاجلت عشان النانوس عمال يهرب من بيراميدز في الكاس ويهرب من بيراميدز في الدوري، حاجه يعني ما بالحظ ده يلعب بيراميدز عادي، ده يلعب بيراميدز وهم ما نزلوش الملعب وهم بيسخنوا يلعبوا بيراميدز، والله العظيم ما حظ، والله ما اجتهاد، ورحمه ابويا ما اجتهاد، اقسم بالله العظيم ما اجتهاد، انا بقسم لك بالله ده مش اجتهاد ولا حظ حلو ولا روح فانيلا حمراء ولا فانيلا مبيتي، ده في حاجه مرشوشه في البتاع اللي هو مش عارف هو ايه. بلاش كده، الاهلي محظوظ. طب كوره زيزو اللي جت في العارضه في النهائي لسه برضه مصمم؟ اوعى تقول لي حظ، اوعى تقول لي حظ، تحليش بقك. طيب ندخل على ايه تاني؟ طبعا مش هقف كتير على موضوع عامر حسين ده، لانه بقى موضوع ماسخ وبقى موضوع يعني عادي يعني زي الكاس، وعمال يهرب من بيراميدز وعمال يجري كده ويجري كده، وبيراميدز يجري وراه والاهلي يجري وبيراميدز يجري وراه ومش عايزينه يلعب بيراميدز. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ روحوا كتكم القرف، لا كوره عندنا ولا عندنا زفت. عشان كده المغرب متقدمه والجزائر متقدمه علينا وتونس متقدمه وقطر متقدمه، ده حتى الاردن الشقيقه اللي هي لسه تاريخها في الكوره متقدمه علينا. يا جماعه صلوا على النبي، واحنا عمرنا هيبقى عندنا كوره بالمنظر ده بالتأجيلات دي؟ بالتأجيلات دي هو احنا عمرنا هيبقى عندنا كرة؟ صلوا على النبي. طبعا الكابتن حسين لبيب اعلن ان هو مش هيترشح لانتخابات نادي الزمالك، وده الكلام اللي انا قلت لكم امبارح، قلت لكم حسين لبيب واحمد سليمان وحد تاني او حد تالت هيعملوا جبهة واحدة ضد مرتضى منصور، هيعملوا جبهة واحدة ضد مرتضى منصور. ده اللي حصل فعلا، الكابتن حسين لبيب اعلن ان هو مش هيترشح في انتخابات نادي الزمالك. وطبعا البيان انا كنت هقراه لكم، انما انا يعني انا النهارده اوت اوف سيرفيس، انا النهارده اوف، فانا بتكلم بالعافيه يعني اعذروني، انا بتكلم بالعافيه من الزعل. مباراه الاهلي دي انا زعلان ومتضايق، وانا ما بحبش الاهلي يكسب، ما بحبش الاهلي يكسب. طيب تعالى ندخل على اخر حاجه النهارده، اشرف بن شرقي عنده خبر مش كويس، ان الجهاز الفني المنتخب المغرب ارسل خطاب لنادي العين الاماراتي، الجهاز الفني اللي هو الكبير اللي هو بقى المدرب وحيد خليل وزيتش بقى، هو ارسل خطاب لنادي العين الاماراتي عشان السماح للاعب المغربي سفيان رحيمي عشان يلعب في كأس الامم الافريقيه، وبكده وينضم للمعسكر بتاع الاسود، وينضم للمعسكر بتاع الاسود ابتداء من الاسبوع المقبل سفيان رحيمي عشان استعدادا لكاس الامم الافريقيه. وحيد خليل وزيتش استغرب جدا من حسين عموته ان هو ازاي ما لعيب زي سفيان رحيمي ده على دكه البدلاء، واستدعى سفيان رحيمي اللي هو بيلعب مكان اشرف بن شرقي، وبكده اصبح في حكم المؤكد بنسبه تتخطى ال 95% ان وحيد خليل وزيتش مدير الفني لمنتخب المغرب هيستغنى عن خدمات اشرف بن شرقي بسبب تراجع مستواه مع الزمالك وبسبب تراجع مستواه مع المنتخب المغربي في البطوله العربيه. يعني مش هقعد بقى اقول الست اللي عملت فيديو والخطيب والكلام ده كله، يعني المواضيع دي يعني موضوع الاهلي والسحر والقرف اللي بيحصل ده تخليش بقى اقول لك بقى ايه يعني ايه، انا مش يعني ما ينفعش اتكلم في حاجه تانية واقعد اقول لك اصلي والواد الصغير ووالدته وهجمه الخطيب، الكلام ده يعني لو انا رايق او انا فاضي يعني، انما اللي انا شفته النهارده ده حاجه يعني مش طبيعيه، لا اقسم بالله حاجه مش طبيعيه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصل لك كل ما هو جديد، ان شاء الله باذن الله نتقابل يوميا. متاسف مش قادر اطلع الكلمه، تعبان جدا جدا جدا، لاني اللي بيحصل ده مش طبيعي، اقسم بالله العظيم ما طبيعي.
شكرا لحضراتكم، ونتقابل ان شاء الله على خير باذن الله تعالى. السلام عليكم، مع الف سلامه.